طيب نروح بقى والختام، والحقيقة مش عايز أقول خبر محزن، لكن هو بالتأكيد احنا كلنا زعلانين عشان كأس العالم خلص. محزن. كأس العالم خلص يا جماعة، معلش يعني قولي الأخبار. محزن ليه؟ هو كان بيشجع لا الأرجنتين كده لا، كده هو عشان كأس العالم خلص مش عشان حاجة يعني، لكن أنا حسب أنت الأرجنتين على عرش فرنسية ولا حاجة. المونديال. لا مش الدرجات دي الحقيقة، الأسطورة ميسي ورفاقه يقفرون الديوك في نهائي مجنون. الحقيقة كانت مباراة مش ساخنة، أكتر من مباراة ساخنة، لغاية آخر لحظة مش عارفين مين اللي صح هيفوز، والكور أو المكسب كان رايح جاي لغاية آخر لحظة. مباراة اتصنفت إنها من أجمل نهائيات أو أجمل مباريات نهائيات كأس العالم على الإطلاق. عدلة السماء تهبط على استاد باليرمو، بس المرة دي هبطت علشان ميسي. شاهدت المباراة إزاي؟ وكنت بتشجع مين؟ طيب. بس الحقيقة بقى الحقيقة أنا كنت بشجع الأرجنتين، كنت أتمنى ختام لميسي، هذا فتى الكرة العظيم وهذا الساحر اللي أدى كرة القدم وأمتع الملايين على مدار ال 15 سنة اللي فاتوا متعة غير عادية. احنا شفنا ساحر لكرة قدم، وده حقيقي. كان الظهور الأخير ليه، ظهور مونديالي أو ظهور في تجمع دولي كبير، فكان لازم يكون في ختام رائع. كانت البداية سيئة للأرجنتين، ميسي وينه، بعد كده ميسي هو اللي أثبت شال، إن هو موجود ميسي في موجود، الآخر. ميسي هو اللي شال كأس لو العالم عودة بعد 36 سنة برضه، يعني طبعا احتفالية من كبرى بالنسبة 86 من من 86 86 الحقيقة. وسبحان الله، يعني الموهبة الأرجنتينية الفذة مارادونا هو اللي كان آخر من حمل كأس العالم أو كان سبب رئيسي فيه في 86، والنهارده الجون اللي كان جون بإيده. أيوه فالنهارده ميسي ورفاقه، لو انت شفتي خطاب ميسي لزمايله قبل الماتش بيومين بيشجعهم، احنا لازم نكسب الكاس دي بتاعتنا، احنا لازم نرجع لاصحابنا واصدقائنا واسرنا ونحتفل معاهم، الناس دي محتاجه فرحه، يمكن الشعب الارجنتيني شعب شبهنا كده تمام، بس انا بيحب حزنت على الكوره مبابي اللي عمله حرام بعد كل المجهود خالص. ده. لا 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 يعني ده اسطوره كرويه جديده، 23 سنه، أنا هاتريك، معاكي. هداف، احسن لاعب في كاس العالم، اسطوره الولد طيب يعني. أنا معاكي طبعًا إن مبابي هو ملك حقيقي. متوج، سيكون على رأس هذه اللعبة خلال العشر سنين اللي جاية. مبابي هيحطم كل الأرقام، ارقامه قياسيه لا لسه من عنه هيحطم حقيقي. كل الأرقام القياسية في كرة القدم خلال السنين اللي جاية، الساحة أصبحت مفتوحة ليه، ولكن الإنصاف هو اللي حصل امبارح. شفنا ميسي اللي عمره 36 سنة قادر يقف على رجليه لمدة ساعتين، قادر هو لا يبث وبعد الحماس المباراة كانوا قادرين يتنططوا، طبعا. ده اللي خلاني استغرب جدا يعني، بعد قادر كل المجهود ده لسه بيتنططوا. طبعا. تخيل المنافسة أسماء في الملعب كانت عاملة إزاي، يعني ما احنا كنا قاعدين مشدودين لما كده. دخلنا الماتش كان صراع الهدافين ما بين مبابي وما بين ميسي، ايوه كان ده خمسة وده خمسة، فجأة ميسي جاب جون بقى هو متصدر هدافين، فجأة مبابي جاب هدفين فبقى هو المتصدر هدافين، فجأة ميسي جاب جون تاني فبقوا متعادلين في صدارة الهدافين، وحسمها مبابي بالهدف الأخير اللي قلبه واقف وقلبه حديد، ما هذا شاء الله الشاب ما شاء الله اللي هو يعني قدر حقيقي. يعني ده تاني هاتريك، تاني هاتريك للاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم. يعني في الماتشات النهائية آخر هاتريك حصل سنة 66، فتخيلي مبابي قدامه إيه. لكن كان لازم ميسي يفرح، كان لازم الأرجنتين تفرح امبارح.